حصل الدكتور زهير آل هليس استشاري جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على لقب رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال وجراحات القلب الخلقية ليصبح أول سعودي يحصل عليها. وانضم إلي في الاستديو رئيس الجمعية العالمية لجراحة القلب للأطفال الدكتور زهير آل هليس. مرحبا دكتور زهير. مرحبا بك. يا هلا فيك. في البداية دكتور نبارك لك على هذا الإنجاز، حدثنا على هذا الإنجاز الذي حققتمه. أولا أشكر الإخبارية على استضافتي هذا اليوم. الجمعية العالمية لمعالجة وجراحة القلب للأطفال هي كانت بالنسبة لنا حلم تقريبا، وكان الحديث عنها منذ عدة سنوات. يمكن مجموعة من جراحي قلب الأطفال من مختلف أنحاء العالم كنا نتقابل في المؤتمرات المختلفة ونتحدث عن الجمعية، وبعد يعني مباحثات واستشارات تم بحمد الله إنشاء الجمعية من حوالي في 2006 تقريبا أعلن عنها، وهي مسجلة في كندا. الغرض من الجمعية أو الهدف الأساسي من الجمعية هو القيام ب إعطاء حق معالجة أمراض القلب لأي طفل في أي مكان في العالم بغض النظر عن اللون، عن الدين، عن الانتماء. جميل جدا. طيب ما أبرز مشاكل يعني مشاكل القلب أو أمراض القلب تواجه الأطفال وما هي أسبابها باختصار؟ طبعا بالنسبة لأمراض قلب الأطفال هناك الجزء الأكبر منها يعتبرها العيوب الخلقية والتي يولد بها الطفل، يعني يحصل أثناء تكون الجنين في الرحم بعض الاختلافات في تكوين القلب، فيظهر بعض الاختلالات منها ما يظهر مباشرة بعد الولادة، ومنها يعني ما يأخذ أحيانا عدة سنين حتى تظهر أعراضه. طبعا تختلف منها البسيط ومنها الشيء المعقد جدا، ومنها بعض الأشياء التي حتى لا تتوافق مع الحياة. جميل جدا. يعني أجريت أكثر من 20,000 يعني يمكن عملية قلب مفتوح، ما هي أسعد لحظة مرت عليك؟ طبعا اللحظات السعيدة كبيرة يعني كثيرة وتتكرر يعني الحمد لله يعني عدة مرات. طبعا أسعد ما يشعر به الإنسان طبعا عندما يقوم بإجراء عملية معقدة وطويلة وتستغرق ساعات كثيرة في غرفة العمليات، ويأتي إلى العناية المركزة في اليوم الثاني ويجد المريض بصحة جيدة جالس على كرسي يبتسم، طبعا هذا بيدي شعور جميل جدا. جميل جدا. طيب أطول عملية قمت فيها دكتور زهير كم كانت عدد ساعاتها؟ والله بعض العمليات كانت في السعودية أو كانت في أحد الدول؟ في أي مكان. أحيانا طبعا خاصة العيوب الخلقية المعقدة أحيانا تحصل مشاكل داخل غرفة العمليات، يضطر الإنسان إلى أن ينتظر فترة طويلة. احيانا طبعا نتيجه للمرض يكون بعض الاختلاطات الدم مختلفه، تخثر الامراض في الكبد تجعل عمليه، طبعا اثناء اجراء عمليه القلب المفتوح نحتاج نعطي المريض دواء الهيبرين وهو مسيل للدم، وطبعا بعد انتهاء العمليه بندي الجرعه المضاده. فاحيانا مع اختلافات التخثر في الدم ايقاف النزيف ياخذ فتره طويله، احيانا نجلس بغرفه العمليات ساعتين ثلاث ساعات حتى يبقى ما يكون فيه نزيف ويكون المريض بصحه جيده ويخرج الى غرفه العنايه المركزه بدون نزيف. جميل جدا. طيب لك العديد يعني من المبادرات خاصه في علاج الاطفال بالعالم، حدثني عن هذه المبادرات. الحمد لله طبعا نتيجه للسمعه الطيبه ونتيجه للخبره يتم استدعاء الى اماكن كثيره في العالم لاجراء عمليات لمساعدة الطاقم المحلي ولإجراء بعض العمليات المعقدة، ومنها ما أقوم بتعليم الطاقم المحلي هذه العمليات. عملت عمليات في أماكن عربية كثيرة منها مصر، لبنان، سوريا، السودان، المغرب، تونس، هذه بعض الدول العربية.
في آسيا كنت في الهند والباكستان، في تايوان أجريت عمليات، في أوروبا في إيطاليا وأمريكا وكندا، أماكن كثيرة يعني. ما شاء الله، أعطيك العافية دكتور. طيب دكتور، يعني كم عدد مراكز القلب التي قمت بتأسيسها؟ طبعا ما يعتبر تأسيس كامل، ومساعدة في تطوير وتحسين البنية التحتية ورفع المستوى وتحديث وتدريب الطاقم المحلي. الحمد لله يعني عندنا في مستشفى الملك فيصل تخصصي مركز الأبحاث يعني متطور وجيد، وكنا في الفترات متقاربة أحيانا يزورنا الأطباء من أماكن مختلفة للتدريب، وكذلك حتى طاقم التخدير، طاقم التروية أو البرفيوجن اللي تعلموا من الطاقم المحلي وينقلوا الخبرة إلى أماكنهم في بلادهم. جميل جدا، يعني إنجازات عديدة وسيرة ما شاء الله تبارك الله نفتخر فيها نحن كسعوديين. ما هو أبرز إنجاز تحتز به؟ الحقيقة يعني أبرز الإنتاج وكان الحمد لله رب العالمين حصولي على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، كان وتشرفت باستلام الوسام مباشرة من يد المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فكان يعني هذا كان يعتبر يمكن قمة إنجازاتي بالنسبة لحياتي العملية. وتستاهل دكتور. دكتور طبعا في بعضهم يتساءل، يعني دكتور زهير، يعني ما هو الشيء الذي يجعل دكتور زهير يستمر في مزيد من الإنجازات وحصد الجوائز وأيضا دعمه لهذه المبادرات؟ طبعا سؤال يعني من الصعب الإجابة عليه، إنما طبيعة الإنسان يعني يحب الخدمة، يحب أن يرى الأطفال بصحة جيدة، يحب أن يشعر إنه هذه البلد التي ينتمي إليها يعني تستطيع أن تقدم يعني مو مجرد دعم محلي أو بل مجرد دعم دولي يرفع اسم البلد، يرفع اسم في المحافل العلمية في أماكن مختلفة. فهذا طبعا هذا الشيء بالإضافة لأنه بيؤدي إلى الرضاء الشخصي، لأنه أيضا بيدفع إلى الفخر والاعتزاز كون الإنسان استطاع أن ينجز أو يقدم أي شيء لعل وعسى يعني بعد أن يمضي يكون له يبقى الأثر يعني.